بطبيعه الحال انا ما كانش غتكون المباراه سهله، رغم ان الوداد تعب نتيجه ايجابيه من الجزائر ونتيجه ديال الانتصار، لكن عرفنا بان الصعوبات لان بلوزداد ماشي بفرق سهل، لان كنعرفوا هو اللي كيتصدر وكنظن بان كيفوز على البطوله الجزائريه على المره الثالثه على التوالي، فهو خصم عنيد، ولاحظنا لان عنده لاعبين في المستوى واليوم خلق متاعب وصعوبات لفريق الوداد، يعني فريق اللي منظم تكتيكيا كان قوي، ما خلاش مساحات للفريق الوداد لان سد جميع المنافذ، لكن رغم ذلك فريق الوداد اللي بقى يعني لعب الكره ديالو، حاول لكن رغم ذلك بقى فريق اللي هو عنيد اللي هو بلوزداد، لكن اللي كيهم هو التاهل لنصف النهايه، وبطبيعه الحال هذا هو اللي كيهم الجماهير الوداديه، وكنظن بان يعني بهذا الروح القتاليه بهذا الروح ديال اللي بينوها اللاعبين، كنظن بان فريق الوداد ان شاء الله عنده بجميع الامكانيات باش يوصل للمباراه ديال النهائي يفوز بهذا الكاس هذا، ورغم ذلك ما يمكنش ننساو الدور اللي كيلعبوا هذا الجمهور، لان رائع هذا، يعني شي كلمه نقولها في حق الجمهور فهو رائع، لان يعني قبل المباراه هو كيشجع الفريق ديالو حتى ماشي حتى النهايه، يعني سالت المباراه ورغم ذلك يعني كمل في تشجيع الفريق ديالو وفي تهنئته، فهنيئا لفريق الوداد الرياضي، لكن رغم ذلك مازال باقي جوج مباريات ديال نصف النهائي، وكنظن بان هذا الموسم هذا يمكن يكون ديال الفريق الوداد يفوز بعصبه الابطال. الوداد اليوم شرفوا الكرة المغربية، وبالنسبة لوليد الركراكي كنشوفوا اليوم اونترينور في المستوى العالي، بحكم انه لعب كرة، كشنا اليوم التكتيك كيفاش كان في لو تيغان، صراحة الماتش داز تبارك الله في الطراز الرفيع، والجماهير انا كنبغي نشوف الجماهير اللي كتضحي بالغالي والنفيس على قبل الفراقي ديال كازا بجوج، وكنتمناو بلا الكره المغربيه تزيد لقدام، لانهم كيشرفوا البلاد وكيشرفوا سيدنا حقاش هذا الدرابو ديال المغرب، والحمد لله وشكر الله على هذا الانجاز هذا.